ايوه كابتن بلال، الف مبروك، فوز مهم طبعا زمالك كباتن، بس مستر كولر نجح في انه ياخد اللي عايزه من المباراه. طبعا مبروك للاهلي النهارده. مكسب مهم جدا، كل مكسب المباريات اللي جايه هتكسبه ده بيقربك من درع الدوري. صح. نقاط كتيره جدا جدا كابتن. اول حاجه لان انت خلاص الثقه، تاني حاجه الخصم اللي وراك او اللي بينك وبينه عدد مباريات، اللي بينك وبينه عدد مباريات يعني كتير، مش بتكلم على النقاط بس، عدد المباريات الكتير. تمام، ده خلاص يعني بيحس بان هو خلاص الامور انتهت لصالح النادي الاهلي او على وشك انتهاء لصالح النادي الاهلي. تالت حاجه مهمه جدا 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 يا كابتن ايمن، انك انت كل مكسب بتكسبه كل ما بتقدر تغير وتشتغل بالطريقه اللي انت عايزها. تمام، صح. يعني دي برضو حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه للمكاسب اللي انت عملتها النهارده. اربع يعني نقاط مهمه جدا بالنسبه لمباراه النهارده. النقطه الاولى، انت عندك مباراه النهائي، نهائي افريقيا، فبالتالي النهارده كان عنصر من العناصر مهمه جدا انك تريح بعض اللعيبه الاساسيه اللي هتعتمد عليها في المباراه النهائيه، وده النهارده عمله مستر كولر. بس تمام، احنا ما كناش نتوقع بالعدد ده. خد شوف، هو انا بكلمك على استراتيجيه الراجل، يعني اللي انا شايفه النهارده انا من خلال الماتش انه كان عنده اربع حاجات النهارده مهمين جدا. الحاجه الاولى انك تريح بعض اللعيبه الاساسيه عشان خاطر مباراه النهائي، لان انت وارد ان اللعيب لا قدر الله يتصاب، وارد ان اللعيب يوجد، وارد ان انت تخش في اي في اي في اي في اي خطر من الاخطار اللي ممكن تمر بيها. تمام، تاني حاجه النهارده انك حافظت على سلسله المكاسب اللي انت بتشتغل بيها. انا النهارده بقالك كم مباراه بتكسب الاهلي؟ اعتقد النهارده المباراه رقم 14 او 15. هو احنا دلوقتي كده من ساعه مباراه سان داونز لعبنا 13 مباراه، 12 مكسب واحد تعادل. تمام، فالنهارده الحاجه اللي عملها اتنين ان انت حافظت على سلسله المكاسب اللي انت بتشتغل عليها. مظبوط. تالت حاجه انك حافظت على نظافه شباكك وانت مزبوط. شغل وانت بتلعب حتى مزبوط. مع حتى وانت بتغير عدد اللعيبه. صحيح. الحاجه الرابعه ان انت النهارده اديت لعيبه ما بتلعبش. مظبوط. فالنهارده مستر كولر عمل اربع حاجات مهمه جدا جدا جدا، نجح فيهم الاربعه بتفوق وامتياز، ان هو النهارده اشتغل بشكل كويس على مجموعه من الاهداف، حققها كلها النهارده، فالنهارده المكسب بغض النظر بقى عن الاداء وطبيعه الاداء والاسلوب اللي بتلعب بيه والتكتيك، خلاص انت في زمن دلوقتي وفي توقيت انت بتبحث عن المكسب. تمام، بتدور على انك تكسب ازاي في بطوله انا بتكلم على بطوله الدوري العام. أيوة. النهارده في افريقيا الموضوع هيبقى مختلف، في افريقيا عشان تكسب لازم تلعب كويس، عشان تكسب لازم تحط تاكتكس كويس، عشان تكسب لازم تشتغل مع اللعيبه على بعض النقاط الفنيه بشكل كويس، عشان تكسب لازم تشتغل على نقاط ضعف الخصم، عشان تكسب لازم النهارده يبقى عندك عارف نقاط القوه بتاعه الخصم ايه وتشتغل عليها عشان تقفلها. لكن النهارده انت في الدوري العام المصري مع فارق النقاط ومباريات اللي ليك، لا انت عايز تكسب بس، ما بتدورش على اي حاجه. ليه؟ لان انت اصلا الاداء بتاعك والنتائج بتاعتك واسلوبك في اللعب واللياقه البدنيه بتاعتك افضل بكتير جدا من كل المنافسين. صحيح. فانت النهارده بتدور على المكسب باقل المجهود، بتدور على المكسب وانت عايز تريح بعض الناس، بتدور على المكسب وانت مش شغلك قوي انا هعمل ايه، انه هادي ازاي النهارده وهادي باني شكل وباني طريقه، انت بتدور على المكسب في حدود الـ الحاجات اللي انت بتحطها النهارده عشان تكسب بيها. تمام، لكن انت النهارده ليه بقى؟ لان انت عندك مباراه تانية مهمه جدا، عندك بطوله تانية مهمه جدا، انت تكاد تكون بطوله الدوري العام حسمت بالنسبه لك، تكاد تكون. أيوة. عشان بس ما يبقاش فيه قيل وقال يعني. أيوة. لكن انا النهارده اللي ما حسمش واللي محتاج تفكير واللي محتاج شغل بطولة أفريقيا. هو بطوله افريقيا، انت هتلعب مع النهائي، هتلعب مع النهائي وعندك مش عايز اقول تار بيت، بس عندك مباراه مع فريق هو كسبك السنه اللي فاتت في الفاينل، هو فريق مش الافضل في افريقيا من وجهه نظري الشخصيه، لكنه يتميز ببعض الحاجات. صح. بدنيا عالي جدا، تكتيكيا منظم، هو مهاريا مش عالي قوي، يعني المهارات الفرديه عند اللعيبه بتاعته مش عاليه كتير، لكنه بيأدي بشكل جيد، بيعرف يستغل نقاط ضعف الخصم وبيشتغل عليها خاصه وعنده تميزات في الكرات العاليه. فالنهارده عايز اقول بالنسبه لمباراه الدوري العام للنادي الاهلي النهارده الاهلي تفوق وتفوق بشكل كاسح جدا، يعني النهارده تقول مين يكسب النهارده؟ الاهلي. الاداء ولو جبت الارقام كمان شويه الاستحواذ والشوتس والتارجت وبتاع هتلاقي الاهلي هو الافضل. فالنهارده الاهلي استحق المكسب ولكن كسب بالطريقه وبالشكل اللي هو عايزه.